أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه كما قال سبحانه وتعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي للرحمة خلقهم وحيث إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه بين للإنسان طريقة الوصول إلى هذه الرحمة لأن الإنسان مختار سائر الحيوانات الله سبحانه وتعالى يرحمها اصل خلقها رحم لها وهيئ لها وسائل العيش، لكن حيث ان الانسان مختار ويمكنه ان يصل الى درجات عاليه فينال الرحمه الاكبر الله سبحانه وتعالى بين له طريق الوصول الى رحمته وطريق الوصول إلى زيادة هذه الرحمة وهي العبادة فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عبدوا استحقوا لتلك الرحمة يعني أي كانوا المحل القابل لنزول تلك الرحمة عليهم فلذلك الغرض من الخلقة الرحمة التي تكون مقدمتها العبادة، فالله سبحانه وتعالى بين لنا كيفية العبادة، فشرع الأحكام الواجبة، العبادات الواجبة كالصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك، وكذلك بين لنا العبادات المستحبة، لأنه صحيح الإنسان بالتزامه بالواجبات يصل الى درجة الرحمة التي الله سبحانه وتعالى ارادها لهذا الانسان، ولكن زيادة الرحمة والوصول الى الدرجات العالية بحاجة إلى جهد أكثر، بحاجة إلى عبادة أكثر، هذه العبادات المستحبة على رأسها الدعاء، فإن الدعاء مخ العبادة، فلذلك ينبغي على الانسان أن يستثمر أوقاته في عباده الله سبحانه وتعالى العبادات الواجبه مفروغه عنها يعني ينبغي ويجب على كل مسلم ان يلتزم بها وكذلك العبادات المستحبه وعلى راس تلك العبادات المستحبه الدعاء ومن نعم الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى عبر اولياء الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام علمونا كيفيه الدعاء ولذلك إذا راجعتم إلى كتب الأدعية تجدون الثروة العظيمة من الأدعية التي تلاها الرسول أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهذه نقلت لنا في المجاميع الدعائية لكي ندعو الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يحب صحيح يمكن الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويخاطب الله والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم ولكن ان تدعو بطريقه صحيحه ان تختار الكلمات المناسبه والادعيه التي انت بحاجه اليها، الادعيه التي تقربك الى الله سبحانه وتعالى اكثر، لان الدعاء ليس فقط لقضاء الحوائج والمشاكل، الانسان اذا له حاجه او له مشاكل يدعو الله سبحانه وتعالى ليقضي حاجته، هذا قسم من الدعاء ولكن هناك اقسام ارفع من هذا القسم واولى من هذا القسم هو دعاء الله سبحانه وتعالى لانه اهل العباده فلذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام وقبلهم رسول الله صلى الله عليه واله علمونا كيفيه الدعاء وهذه الادعيه ينبغي ان نلتزم بها وشهر رمضان هو ربيع الدعاء ولذلك كثرت الادعيه في هذا الشهر الفضيل بل الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء في كل وقت وفي كل حالة حتى أن هناك في الحديث الشريف أن موسى عليه الصلاة والسلام خاطب الله سبحانه وتعالى أنه إني في حالات أستحي أن أدعوك مثلا الإنسان يذهب إلى المرافق الصحية قد يستحي أن يذكر الله سبحانه وتعالى في حال التخلي، لكن الله سبحانه وتعالى قال خاطب لموسى اذكرني على كل حال، وقد علمنا كيفيه الدعاء، حتى وانت ذاهب الى المرافق الصحيه هناك ادعيه ماثوره تدعو الله سبحانه وتعالى، وتحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الجمه، ومن تلك النعم انه ازال الخبائث عن الانسان، فبناء على ذلك الانسان يستثمر جميع الفرص في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، وكثير من الاحيان الدعاء لا ينافي العمل، البناء مشغول بالبناء، لكنه لسانه لا يرتبط بالبناء، يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا اللسان، يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا اللسان، وهكذا النساء في البيت يعملون الاعمال البيتيه المنزليه من طبخ او كنس او ما الى ذلك، لكن يدعون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه سبحانه وتعالى على كل حال فبالدعاء والعباده الانسان يستحق رحمه الله سبحانه وتعالى وكلما كان دعاؤه وعبادته اكثر الرحمه التي تفاض عليه اكثر ولذا نشاهد ان الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم السلام مع انهم معصومون ولكن مع ذلك كانوا اكثر الناس تعبدا واكثر الناس دعاء لانهم كانوا يدركون قيمه واهميه الدعاء وان رحمه الله سبحانه وتعالى ورضا الله والقرب من الله سبحانه وتعالى طريقها هو هذا نحن ينبغي علينا ان لا نخصص الدعاء والعباده في شهر رمضان فقط بل في جميع اوقات السنه ينبغي على الانسان ان يستثمر وقته في العباده هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين